تكلمنا عن الإنسان السلبي والإنسان الإيجابي. على الإنسان السلبي أن يشتغل على نفسه وأن يغير أفكاره من السلبية إلى الإيجابية، وأن يحسن إلى ذاته وإلى نفسه، وأن يعيد الثقة في النفس ويحدد أهدافه ويطمح إلى النجاح والتقدم إلى الأمام، فهو يستحق أن يعيش عيشة أفضل في ظروف أفضل، وأن يكون سعيداً. فيكفي أن يتقرب من الناس وأن يتقبل أفكارهم وآراءهم رغم اختلافاتها، ولا يحاول أن يغير منهم أو أن ينتقد، وإذا انتقد فلينتقد انتقاد بناء هداف. فعلى الإنسان السلبي أن يشعر بالرضا والامتنان والحمد والشكر، وبأن الفرج قريب، وأن جميع المشاكل والهموم يمكن حلها مع الإصرار والإرادة ونظرة الأمل والتفاؤل. عليه أن يشارك الناس آراءهم وأفكارهم، همومهم وأفراحهم. عليه أن يكون اجتماعيا، عليه أن يخلق حياة أفضل في أسرته، في عمله، مع زملائه وجيرانه. عليه أن يبتسم ويؤمن بأن الغد أفضل، وبأن الحياة تستحق أن ندافع من أجلها، وأن نصر على النجاح. تستحق أن نعيش بإصرار وإرادة وتطوير الذات والمهارات والقدرات. فعليه أن يخلق إنسان جديد مليء بالأمل، مليء بالحب، مليء بالإصرار على النجاح، يؤمن بالغد، فالشمس تشرق كل صباح.